المانجا اللي خرجت من الهند لأمريكا ولفت دول تانية كتير، لكن بعد وصولها اليابان بقت أغلى مانجا في العالم. مانجا ميزاجي، صل على النبي وتعالى قلت. المانجا من الفواكه اللي معظم الناس بتحبها، وأتوقع أن في عدد قليل جدا من الناس مش بتحب المانجا، وبصراحة أنا واحد من الناس اللي بتموت في المانجا. وفي أنواع مختلفة من المانجا زي السكري والزبدية والعويس وأنواع تانية كتير جدا، بس ما سألتش نفسك بقى إيه هو أغلى نوع مانجا في العالم؟ أغلى نوع مانجا في العالم بيبدأ سعر الكيلو من $100 وبيوصل ل 3630 دولار، يعني بالمصري سعر الكيلو بيوصل ل 57 ألف جنيه مصري. أنت متخيل إن في ناس بتتجوز بسعر كيلو مانجا؟ واسم الصنف ده من المانجا هو بيض الشمس او مانجا ميزاجي، لانه بيتزرع في ميزاجي اليابان، ودي مقاطعه يابانيه. ولو انت فاكر ان سبب ارتفاع سعر الصنف ده من المانجا انه صنف نادر وما فيش منه، احب اقول لك ابسولوتلي ده منتشر يا اسطى. هو معروف باسم اروين ونشأ في الاربعينيات في ولايه فلوريدا، وبيتم زراعته حاليا في امريكا واليابان وكوريا الجنوبيه وتايوان والفلبين واستراليا وتايلاند والهند. وسعر النوع ده من المانجا في ولاية فلوريدا مش زي الأسعار العالية دي، لا لا لا، ده هناك ممكن تشتريه بأسعار أقل كتير جدا. وبيرجع سبب السعر الغالي للمانجا اللي بتتزرع في ميزاجي اليابان هو الاهتمام الكبير اللي بيقدمه المزارعين اليابانيين للمانجا، وهم بيلفوا كل ثمرة من المانجا بشبكة صغيرة كده علشان تسمح لأشعة الشمس بالوصول لقشرة المانجا من كل ناحية، وده بيدي للمانجا لون أحمر كده شبه الياقوت، وبيسيبوا المانجا على راحتها خالص لحد ما تقع. وعدم تدخل المزارعين في قصف الثمار بشكل يدوي ده بيخلي ان المانجا تبقى طعمها حلو جدا. والصنف ده من المانجا مفيش فيه الياف كتير، وبيقول لك بقى انها لما بتدخل بقك بتدوب فيه وبتبقى قطع المانجا زي العصير، وطعم المانجا حلو ولاذع في نفس الوقت، والناس اللي اكلتها بتقول ان طعمها قريب من الاناناس وجوز الهند. وبيرجع أصل مانجا ميزاجي إلى جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك معروفة باسم أروين زي ما قلت لك كده من شوية، وهي متطورة من مانجا هادن. في سنة 1902 زرع ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي في ملكيته الخاصة في فلوريدا اسمه الكابتن جون هادن 40 شتلة من مانجا ملجوبة اللي بتتزرع في ولاية تاميل نادو الهندية. كان اشتراهم من البروفيسور إلبرت جيل، ومات الكابتن هادن بعدها بسنة، ولكن زوجته بقى كانت بتحب الشجر فاهتمت بالأشجار وبزراعتهم. وفي سنة 1910 أنتجت شجرة واحدة على وجه الخصوص ثمار عالية الجودة وبتلمع كده وليها طعم جميل جدا، وأخذ الصنف ده بقى اسم الأسرة اللي زرعته هو هادن. وحاليا شجرة مانجا ميزاجي محطوط عليها حراسة مشددة في الهند، لأن في حرامية بيحاول يسرقوا المانجا بعد ما عرفوا تمنها، وبتقدم مانجا ميزاجي في اليابان كهدية راقية جدا. وأنا بقى عندي سؤال ليك، لو حد عرض عليك كيلو مانجا من نوع ميزاجي $2000، ايه هيكون ردة فعلك؟ اكتبه تحت في التعليقات لاني مهتم اعرف. وكده تكون حلقتنا خلصت، ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم مصطفى العشري من الجورنال الارجواني، اشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام عليكم.